سينضم إلينا لمزيد من المتابعة من جنوب لبنان الدكتور سمير أيوب الكاتب والباحث السياسي. أهلا ومرحبا بك دكتور سمير. يعني ربما هذه التصعيد هذا التصعيد هذه التطورات تنذر بأننا أمام سيناريوهين، أريد منك أن تختار إحدى أو أحد هذه السيناريوهات وتفسر ما طبيعة التصعيد خلال الفترة القادمة. نتحدث إما أننا على اقتراب للمواجهة الشاملة بين حزب الله وإسرائيل، أم أننا أمام ربما تصعيد بسيط نتحدث عن ضربات هنا وهناك وربما يهدأ الوضع بعد قليل. أهلا وسهلا بكم، صباح الخير لكم ولمشاهديكم الكرام. يعني حقيقة ما حصل فجر اليوم وحتى منذ ليلة أمس كانت الأوضاع متوترة بشكل كبير، لكن عند الفجر يبدو أن كان شعور لدى الإسرائيليين بأن المقاومة يمكن أن تبدأ بالرد على عملية اغتيال القائد فؤاد شكر وليس كما كان يعني عمليا جبهة مساندة. لذلك رغم يعني عنف هذا الفجر وعنف الغارات والرد الذي قام به حزب الله، أنا لا أتوقع أن تكون هناك حرب شاملة. يعني يمكن أن نسميها اليوم جولة من أعنف الجولات أو يعني من أعنف الجولات التي حصلت منذ بدء جبهة الإسناد اللبنانية لقطاع غزة. لهذا السبب اليوم نرى يعني أن محاولة الكيان الإسرائيلي الآن إظهار وكأنه قام بضربة استباقية ضد المقاومة، هذا غير صحيح. أولاً المقاومة هي التي بدأت بإطلاق الصليات الصاروخية قبل بدء الغارات. يعني أنا أتكلم معكم وموجود تقريباً على الحدود أبعد مئات الأمتار وشاهدت كل ما حصل في المنطقة في منطقة القطاع الأوسط. يعني حتى الآن رغم الهدوء الحذر الذي حصل بعد هذه الغارات ورد المقاومة، لا تزال صليات الصاروخية المتفرقة من المقاومة تتساقط على منطقة الجولان ومنطقة الجليل الأعلى. يعني هذه الضربات تؤكد أن حزب الله والمقاومة في لبنان بشكل عام مصرة على الرد على عملية اغتيال فؤاد شكر. اليوم هذه العملية وحسب البيان الأول والثاني للمقاومة يمكن أن نستشف منه بأن هذا رد أولي، هذا يعني أن هناك ردود أخرى للمقاومة على الاعتداءات الإسرائيلية. يعني عندما يشن العدو منذ فجر اليوم حوالي 40 غارة على كل المناطق الحدودية، ونحن نعلم أن هذه المنطقة يعني ليست بالشريط الحدودي الذي يمتد إلى مئات الكيلومترات وإنما إلى عشرات الكيلومترات، هذا يؤكد الهلع والرعب الذي يعاني منه الكيان وانتظاره لرد آخر. يعني هذا الانتظار الذي طال وقته، شاهدنا كيف كانت الأوضاع متوترة والرعب لدى المجتمع الإسرائيلي. لكن بعد هذه الجولة أنا أتوقع أن تزداد محاولات وقف إطلاق النار ومحاولات إيجاد حل لهذا الصراع، وانتظر ايضا يمكن ان يكون موفدين من الولايات المتحده الامريكيه او حتى من الدول الاوروبيه يمكن ان نراها قريبا في لبنان او في بيروت لمحاوله الضغط على الحكومه اللبنانيه يعني لعدم استكمال الرد للمقاومه على عمليات الاغتيال ان كان في بيروت او حتى في طهران. اما الحديث عن حرب شامله، انا حتى الان لا اتوقع ذلك، لانه لو كان العدو باستطاعته وقادر على فتح حرب شاملة ضد المقاومة في لبنان لبدأها منذ فترة، يعني منذ فترة طويلة أمام الضغط من المجتمع الصهيوني وأمام الضغط أيضا من الحكومة الفاشية يعني على نتنياهو. لكن عدم ثقة نتنياهو وحكومته بقدرة هذا الكيان على فتح حرب شاملة مع لبنان من دون موافقة وضوء ودعم وحتى مشاركة أمريكية، بتقديري لن نرى حرب شاملة وإنما سوف تستمر. يمكن أن تزداد الضربات يعني بالغارات على لبنان، يمكن أن تتوسع، لكن يعني حسب ما نراه اليوم على الأرض كلما توسعت اعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية يمكن للمقاومة أيضا أن ترد وتوسع من هجماتها وردها على هذه الاعتداء. يعني أن قواعد الاشتباك لا تزال موجودة وقوة الردع لدى لبنان أثبتت اليوم قدرتها وإمكانياتها على الرد في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة. يعني عندما تصل اليوم الصواريخ إلى عكا وتصل إلى الجولان وتصل إلى مناطق بعيدة لم تستهدفها من قبل وتفشل القبة الحديدية وكل الصواريخ الاعتراضية وحتى يفشل الأسطول الأمريكي المتواجد الآن في البحر الأبيض المتوسط من يعني من منع هذه الصواريخ من الوصول إلى أهدافها، هذا يؤكد بأن المقاومة
أخذت كل الاعتبارات، يعني كل الاحتمالات بعين الاعتبار، لكنها وصلت إلى أهدافها وأوصلت رسالة إلى نتنياهو بشكل خاص وإلى الرؤوس الحامية داخل هذا الكيان بأنه أي محاولة لضرب لبنان سوف تكلف هذا العدو أثمانا كبيرة لم يتوقعها ولم يكن لديه القدرة على تحملها. لذلك وأنا يعني أعتقد شخصيا بأن هذا الكيان يعلم أن الرد سوف يكون عنيفا ولن يتحمله، لذلك هو فقط يقوم ببعض الغارات، يقوم بتوسيع العمليات، لكنه حتى الآن لم يتخذ قرارا بتوسيع العملية وإعلان الحرب ضد لبنان. نعم دكتور سمير، منذ قليل جيش الاحتلال تحدث في إفادة حول حصوله على مساعدات معلوماتية واستخباراتية من قواعد عسكرية أمريكية موجودة في المنطقة، هذا حسبما أعلن جيش الاحتلال. إلى أي مدى يمكن لهذه المعلومات أن تؤدي إلى كون هذه القواعد العسكرية والمصالح العسكرية أو المصالح الأمريكية في المنطقة معرضة للاستهداف نتيجة لتدخلها وتقديم هذه المعلومات لجيش الاحتلال؟ يعني أعود وأكرر أن هذه المعلومات التي تقدم من الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص عمليات المقاومة داخل فلسطين المحتلة لن تساعده كثيرا، لأن مراكز الترصد ومراكز المعلومات الأمريكية بعيدة عن جبهة يعني عن الجبهة العسكرية على الحدود، لذلك لن تؤثر كثيرا. لكن هذا بحد ذاته يعتبر اعتراف من هذا الكيان بعدم قدرته على المواجهة لوحده، وأيضا التأكيد على أن هذه الحرب اليوم التي تشن إن كانت ضد غزة أو حتى ضد الضفة الغربية وضد لبنان وضد اليمن هي بمشاركة أمريكية مباشرة. يعني حتى عمليات الاغتيال التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي داخل لبنان أو حتى الضربات في سوريا أو التي حصلت في إيران لم تحصل لو لم يكن هناك دعم معلوماتي عبر الذكاء الاصطناعي وعبر القواعد العسكرية الأمريكية. لذلك يعني نعم هناك يمكن أن تزداد الضربات على القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا وفي العراق، وإذا ما توترت الأوضاع بشكل كبير ويعني وكانت هناك حرب يمكن أن تكون شاملة أو شبه شاملة إقليمية، يمكن أن تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في حال يعني ثبت استخدامه وضلوعها في هذا العدوان، وحتى ولو كانت في دول بعيدة عن لبنان وسوريا عن سوريا والعراق، حتى يعني داخل الدول المحيطة بهذه المناطق وهذه القواعد يمكن أيضا أن تتعرض لضربات. إذن نحن الآن يعني على فوهة بركان، هل الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على كبح جناح الحكومة المتطرفة في الكيان الإسرائيلي؟ ولكن يعني كلنا نعلم أن الإدارة الأمريكية اليوم هي أضعف من أي وقت مضى، وكما ظهر في مختلف يعني جولات المباحثات فيما يخص غزة رأينا وكأن الكيان هو الذي يسير الإدارة الأمريكية وليس العكس. لذلك نراه يتماهى اليوم في اعتداءاته ولديه ثقة بأن الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تساعده. لكن يعني بتقديري حتى الآن لو رغم ضعف الإدارة الأمريكية فهي لا تريد حرب شاملة، لأنها تريد أن أولا أن تعود إلى مسألة الانتخابات الأمريكية، ثانيا نرى تصعيد على جبهة روسيا وأوكرانيا على جبهة الصراع بين روسيا وحلف الناتو على الساحة الأوكرانية، أيضا هناك الأوضاع متوترة وهناك تهديد بإمكانية اندلاع حرب يمكن أن تكون إقليمية فيما يخص روسيا والدول المجاورة. إذن الولايات المتحدة اليوم عليها إما أن يعني تأخذ العبر من هذه الحروب ومن هذه الأحداث وأنها غير قادرة على ضبط الإيقاع، يعني في حال وقع حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تدافع عن مصالحها، وأوروبا هل تستطيع أن تدافع عن مصالحها وهي في حالة حرب مع روسيا؟ يعني بتقديري يمكن أن تكون هذه جولة صغيرة عالمية لحرب يمكن أن تتوسع إلى أن تكون حرب عالمية ثالثة. لذلك بتقديري يعني بتقديري كل العقلاء إن كان في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا أو حتى في روسيا وحتى في الشرق الأوسط يمكن أن يعملوا على كبح جماح المتطرفين وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي الذين يحرضون على حرب وعلى اعتداءات وعلى استفزاز في المنطقة. يعني عمليات الاغتيال التي حصلت في لبنان وفي إيران هي عمليات استفزازية، عمليات لتوسيع رقعة الصراع، وأيضا يعني هناك أوجه شبه كبيرة ما يحصل على الساحة الأوكرانية وما يحصل في ساحة الشرق الأوسط.
حتى الاعتداء على الأراضي الروسية الذي قامت بها نظام كييف أيضا لم يكن ليحصل لولا الضوء الأخضر والدعم الأمريكي. إذا نرى أن الولايات المتحدة تريد توسيع الصراع خدمة لمصالحها، لكن ضمن أطر تعتبرها قادرة على السيطرة عليها، وهذا لا ينجح دائما وفي كل الأحوال. يعني يمكن أن تخرج الأمور عن السيطرة ونرى صراعات وحروب لا يريدها أحد، لكن لا يمكن لأحد أن يوقفها في حال اندلعت. دكتور سمير، كما تعلم الولايات المتحدة تقوم بحالة تجييش في المنطقة، نتحدث عن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن، نتحدث عن مدمرات، نتحدث عن قواعد عسكرية ثابتة بالمنطقة، كل هذه الترسانة العسكرية الأمريكية، ما الدور الذي ستقوم به في حال اندلعت المواجهة الشاملة؟ وتأكيد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي بأن الولايات المتحدة ستضمن الدفاع عن إسرائيل ضد إيران وحلفائها في المنطقة، إذا هذا تصريح أمريكي بأن الولايات المتحدة لن تتأخر عن انخراط في المواجهة في حال ما وقعت المواجهة المباشرة. يعني هذه الحشود الأمريكية والقواعد العسكرية الأمريكية التي تتأهب اليوم، الهدف من هذا الإعلان وهذا الوضع هو الضغط النفسي والمعنوي أكثر من الضغط العسكري على يعني جبهات المساندة لفلسطين ولغزة. لذلك يعني اليوم عندما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها مستعدة للدفاع عن هذا الكيان، يعني هي لا تزال تسير في نفس السياسة والمنحة التي تسير به، وهو دعم هذا الكيان بكل ما يقوم به من اعتداءات وإبادة جماعية. يعني تقول أنها تدعم هذا الكيان، هل هذا الكيان هو الذي يتعرض للهجمات، أو هل هذا الكيان هو الذي يعاني من الإبادة الجماعية وسياسة التطهير العرقي؟ وإنما العكس يحدث تماما. لكن هذا بطبيعة الحال، يعني هذا الاستنفار الأمريكي نظرا للضيق الجغرافي لدول المنطقة لا يمكن أن يساعد الكيان أو أن يدافع عنه بالقدر الذي يعني التي يمكن أن تتصوره الولايات المتحدة الأمريكية. النار إذا اشتعلت يمكن أن تحرق الجميع في منطقة الشرق الأوسط. صحيح القواعد العسكرية الأمريكية بعيدة نوعا ما، والسفن الأمريكية في البحر يمكن أن لا يطالها شيء، لكن هذا الكيان لا يمكن أن يخرج من دون خسائر كبيرة تؤثر حتى على مستقبله. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كما قلت لا تريد حرب شاملة لا مع إيران ولا حتى مع جبهات المقاومة. يعني حتى في ما يخص جبهة اليمن نرى أن العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية عمليات ليست واسعة، ليست كبيرة وليست مؤثرة. هذا يدل على أنها لا تريد حتى اليوم، الولايات المتحدة لا تريد حتى اليوم فتح الحرب وفتح الجبهات بشكل شامل على مختلف المناطق، لأنها غير قادرة. يعني عسكريا نعم يمكن أن تكون قادرة، لكنها عمليا اليوم وفي وضعها، وهي كما قلت في وضع انتخابات وصراع مع روسيا، ليست بالوضع الذي يسمح لها بدخول حرب شاملة إلا إذا جرتها الحكومة الفاشية في الكيان الإسرائيلي وقامت بعمليات يعني استفزازية أخرى، يمكن أن تكون اغتيال أو عمليات قصف في أماكن لا يعني غير محسوبة. لهذا السبب اليوم دائما أنا أكرر وأقول أن نتنياهو لديه هدفين استراتيجيين من حربه في غزة ومن اعتداءاته على الدول المجاورة. أولا الهدف الأساسي تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة باتجاه الدول المجاورة، لم ينجح به ولن ينجح بفضل صمود المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني. والهدف الآخر هو محاولة استغلال الأجواء المتطورة والمتوترة والتصعيد في المنطقة وجر الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا الصراع لضرب المنشآت النووية الإيرانية. لكن هل ينجح في ذلك؟ كل المعطيات وكل النصائح لهذا الكيان بأن أي ضربة لإيران ولمنشآتها النووية لن تحقق الهدف الذي يرجوه نتنياهو، لأن هذه المناطق متواجدة في جبال، في مناطق واسعة في إيران، ولا يمكن أن يطالها أي أذى، وإذا كان هناك أذى يمكن أن يكون محدود. وهذا يشجع إيران على الاستمرار في برنامجها النووي للحصول على أسلحة نووية، لأن مجرد الاعتداء على إيران، الاعتداء الأول محاولة الاغتيال، وأن أي اعتداء آخر هذا يمكن أن يعطي إيران مبرر لامتلاكها الأسلحة النووية. والأسلحة النووية اليوم موجودة في أي دولة، وكل دولة تقول أن هذه الأسلحة النووية هي أسلحة ردع وليست أسلحة هجوم. وهذا يؤكد أن إيران أيضا يمكن أن تأتي إلى يعني أن تجعل أن إنتاج الأسلحة النووية حتى ولو كان
كانت محدودة وتقول أنها أسلحة. نعم دكتور سمير، على ذكر البرنامج النووي الإيراني وخطتها الطموحة للحصول على يعني سلاح نووي، ربما يؤشر بعض المحللون للتصعيد الجاري الآن. من فضلك أعد السؤال. دكتور سمير، نتابع الآن عبر شاشة القاهرة الإخبارية إلى أن صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل الآن، يعني من الواضح أن هناك تحسبا لانطلاق رشقة صاروخية جديدة من قبل حزب الله باتجاه شمال إسرائيل. نعم صحيح، أنا أيضا أسمع هذه الصفارات وهي قريبة جدا من هذه المنطقة، ونسمع يعني صوت انفجارات في هذه المناطق. هذا يدل على أن المقاومة لا تزال تواصل يعني استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية على طول الحدود، لكن يبدو أن هذه في إطار جبهات المساندة. الرد الأول كان على اغتيال فؤاد شكر، يبدو في الصليات الأولى والصواريخ والمسيرات التي انطلقت إلى عمق فلسطين المحتلة، لكن اليوم كما قلت هناك بعض الهدوء يعني ولا رغم وجود هذه الصليات الصاروخية المتفرقة الآن. نعم، كنت أتحدث معك منذ قليل حول لربما يأتي تأخر الرد الإيراني الذي كان يتم الحديث عنه على خلفية اغتيال فؤاد شكر وإسماعيل هنية، ربما تأخر هذا الرد تخوفا من قبل الجانب الإيراني، يتخوف من أن يؤدي هذا الرد إلى وجود ضربة استباقية من جانب إسرائيل والولايات المتحدة تهدد البرنامج النووي الإيراني، وبالتالي ربما تأخر هذا الرد، وربما يعني من الواضح أن الرد ربما يتم تجهيزه ليكون رد محدود لا يفتعل الغضب ولا يعني يجلب الولايات المتحدة إلى توجيه ضربة للبرنامج النووي الإيراني. أنا لا أعتقد أن إيران يعني حتى الآن تتريث في الرد على عملية الاغتيال في طهران، لكنها يبدو أن اتخاذ الوقت الكافي والمناسب لها يبدو أنها يعني تدرس كل الاحتمالات. أولا لم تقم بالرد بسبب وجود المفاوضات حتى لا تتهم بأنها تعرقل توصل المفاوضات إلى أي حل وينقلب الأمر ضدها، في حال في البداية يعني هي تقول أنها تريد أن يعني هذا الرد سوف يكون حتميا بغض النظر عن المفاوضات. حتى تأخر حزب الله في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية كانوا أيضا ينتظرون المفاوضات، لكن يبدو أن نتنياهو كعادته يماطل في التفاوض، لا يريد الوصول إلى أي وقف لإطلاق النار لأنه يعتبر ذلك أولا نهاية حياته السياسية، ثانيا فقدان الثقة بقوة الردع لدى الكيان الإسرائيلي. إيران كما عودتنا دائما لا تقوم بالرد على أي اعتداءات عليها بطريقة انفعالية، وإنما بطريقة مناسبة، بطريقة يعني تنتقي بها الأهداف، أولا لتكون ضمن إطار الرد، ثانيا ألا تؤدي إلى حرب شاملة تكون هي المسؤولة عنها. يعني إيران إذا قامت بأي رد على الكيان الإسرائيلي هذا الرد سوف يكون على يعني ضد مناطق عسكرية، ضد قواعد أمنية إسرائيلية، وبعيد عن الأماكن المدنية حتى لا تعطي أي ذرائع لا للكيان ولا للدول التي تحاول الدفاع عنه للدخول في هذا الصراع. لذلك اليوم هذا التريث الإيراني أعتقد أنه مدروس بشكل جيد، ولكن لابد من أن يكون يعني اليوم الرد المقاومة الأولي على الاعتداءات الإسرائيلية يمكن أن يكون بالنسبة لإيران مرحلة أولى وتأخذ من خلالها العبر. إذن تتحدث دكتور سمير إلى أن هذا الرد من قبل حزب الله يأتي اتساقا مع الرد الإيراني، كلاهما يأتيان معا، وأن الرد الإيراني ليس منفصلا عن التنسيق مع رد حزب الله. بالتأكيد يعني أي رد إيراني سوف يكون منسقا مع كل جبهات الإسناد، لأنه لا يمكن أن يكون منعزلا عنها، لأن هذه الجبهات كما نعلم هي جبهات واحدة حتى مع جبهة غزة. لذلك اليوم الرد الإيراني سوف يكون منسقا مع رد آخر من حزب الله، وهذا يعطي القوة والزخم للرد ويرغم الكيان الإسرائيلي أو يجبر الكيان الإسرائيلي إما على الرضوخ وعدم رد على الرد،
أو نحن على أبواب حرب شاملة. كما قلت منذ البداية، الحرب الشاملة اليوم لا تخدم الكيان ولا تخدم الولايات المتحدة الأمريكية. صحيح هم يريدون ضرب المقاومة في لبنان، يريدون ضرب إيران، يريدون ضرب كل الجبهات التي تؤثر والتي تهدد أمنهم ومصالحهم، لكن اليوم الوقت أولا غير مناسب، ثانيا الحرب التي طالت ضد قطاع غزة أثبتت أن الكيان لم يعد يملك زمام المبادرة في فتح الحروب وإنهائها. يعني حرب غزة، العدو كان يعتقد أن خلال شهر أو شهرين يمكن أن ننهي المقاومة ويصل إلى أهدافه. نحن اليوم يعني قرابة عام، بعد شهر يصبح عام على بدء هذا الصراع، وهذا يؤكد أن الكيان لم يعد قادرا كما كان في السابق. وحروب الاستنزاف هي من أكثر الحروب عداوة لهذا الكيان. يعني نعم دكتور سمير، سنعود إلى هذه النقطة، ولكن دعني أتلو عليك ما هو أو ما أتى من وسائل الإعلام الإسرائيلية حول أن الهجوم الإسرائيلي تم أو كان الهدف منه هو إحباط هجوم حزب الله قبل انطلاقه بربع ساعة، وكان موجها نحو منشآت استراتيجية وسط إسرائيل. لربما ما ذكرته وسائل الإعلام الإسرائيلية تفند ما ذكره حزب الله عن توجيه المرحلة الأولى من هجومه، وأن الهجوم الإسرائيلي ربما سبقه بربع ساعة. بتقديري هذه المسألة يعني وهذا الإعلان من قبل الجيش الإسرائيلي هو الهروب من الحقيقة، لأنه منذ أن بدأت يعني في ساعات الفجر، منذ أن بدأت الصليات الصاروخية بالانطلاق باتجاه أراضي فلسطين المحتلة وبعد ذلك تبعتها المسيرات، يعني وبعد هذه يعني بعد هذه الجولة بدأت الغارات الصهيونية. صحيح نحن نعلم أن العدو ينتظر الرد وهو في حالة تأهب واستعداد، يبدو أن يعني هذه الضربة الكبيرة والغارات التي استمرت لفترة 10 دقائق أو ربع ساعة وهي في وقت واحد على مختلف الأراضي اللبنانية، يريد العدو أن يظهر منها حالة من أنه مستعد وقادر على الردع.